إذا أمنى الصائم فهل عليه قضاء؟ ليس هناك دليل على أن عليه قضاء حتى في الجماع يكون آثما وعليه الكفارة ويفطر في الجماع، وليس هناك دليل بأن عليه قضاء، وما جاء وقض يوما مكانه فهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففيه التوبة ويعتبر عاصيا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في شأن الصائم، في شأن الصائم فيما يرويه عن ربه أنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، وهذا لم يترك شهوته من أجل الله. نعم، لو مسك بيد امرأته أو يعني قبلها وأمنى فحينئذ وهو لا يقصد الإمناء لا شيء عليه، أما إذا قصد الإمناء قضاء الشهوة أو استمنى فيكون آثما. على أن الاستمناء حرام في رمضان وفي غير رمضان، وهو في رمضان أشد حرمة، وبحمد الله لنا رسالة في هذا بعنوان نعم تحفة الشاب الرباني في الرد على الإمام محمد بن علي الشوكاني، كانت في شريط ثم فرغت وأرسلت للطبع، والله أعلم، ما الله صانع بها. له رسالة صغيرة لعلها تتكون من ورقتين أو ورقتين، من صفحتين أو صفحتين ونصف، يضيف هذا. نعم، ما كفارته؟ عليه الجماع، الجماع كفارته ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في يوم رمضان، قال هل تجد رقبة فتحدقها؟ قال لا، قال فتصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال فتطعم؟ ما أستطيع. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال ما أستطيع. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال ما لا أستطيع لا. فبقي عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أتاه عرق من تمر، فقال خذ هذا فتصدق به. فقال على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه وقال خذه. نعم، وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله احترقت، قال وما أحرقك؟ قال وقعت على أهلي في يوم رمضان، وذكر نحو هذا الحديث.